ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة أبو ظبي محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد. مرحبا بك معنا سيد محمد. ما هي أهم القضايا التي ناقشها منتدى الإعلام الإماراتي لهذا العام، وما الجديد؟ نعم، مساء الخير. أولا مساء النور. حقيقة المنتدى في هذا العام حاول أن يسلط على دور الإعلام ومسؤولياته الوطنية، كيف أن الإعلام الإماراتي يكون في مستوى التحديات التي تواجهها الدولة أو المجتمع أو المواطنين بشكل عام. القضايا كانت حقيقة يعني مهمة جدا. أنا أعتقد اليوم طرح هذا الموضوع وبهذا الشكل في الظروف التي تمر بها المنطقة أصبح أمر مهم. اليوم نحن نعيش في وقت في كثير حقيقة من الإشاعات والأخبار غير الحقيقية والمكذوبة، وكذلك هناك تهجم على دولة الإمارات من جهات معروفة، ولذلك كان من المهم حقيقة أن نسلط الضوء على الإعلام الوطني، دوره في هذا الأمر، وهل استطاع أن يواكب كل هذه التحديات أم لا. طيب، وفق ما أعلنه المنتدى حتى منذ الانطلاق وقبل بدء الفعاليات، ركز على نقطة مهمة جدا سيد محمد، وهي توحيد الخطاب الإعلامي في الإعلام الإماراتي. هل لك أن تشرح لنا أكثر ماذا يعني هذا العنوان؟ لا، يعني توحيد الخطاب الإعلامي أنا أعتقد يعني هو توحيد الخطاب الوطني في الإعلام، توحيد هذا الأمر. لكن الخطاب الإعلامي طبعا هناك اختلاف بين المؤسسات الإعلامية ودورها وما تؤدي، لكن اليوم الخطاب الموجه للداخل أو الخارج فيما يتعلق بالقضايا الوطنية بالمواقف الوطنية، أنا أعتقد هذا ربما شيء مهم، ومن البديهيات حقيقة أن الإعلام يعكس هذا الدور ويعكس هذه الأمور. وفي نفس الوقت عندما تكون هناك تحديات أو أخبار غير حقيقية، أن الإعلام يواجهها بخطاب واضح محدد ويحمل من المصداقية والموضوعية بحيث يكون تأثيره على الجمهور يعني طبيعي، ويعني لأنه خبر حقيقي وبالتالي يكون مؤثر بشكل طبيعي. سيد محمد، يعني عام عن عام منتدى الإعلام الإماراتي، ما الجديد الذي يدخله هذا المنتدى على فعالياته؟ هل من جديد على مستوى الأفكار أو على مستوى المشاركات؟ هذه السنة أعتقد كان من المهم الإشراك الأكبر للشباب. اليوم نحن لاحظنا في المنتدى في كثير حقيقة من الشباب موجودين، من الذين يدرسون الإعلام والمهتمين بالإعلام، وكذلك تم هذه السنة لأول مرة يتم تخصيص جائزة للشباب في الأبحاث الإعلامية، وهذه المرة كان البحث عن موضوع الأخبار المفبركة، واللي فاز فيها ثلاث يعني كانوا فائزين في هذه المسابقة. يعني الشراكة أو الاشتراك الذي يكون موجود والمشاركة والتفاعل بين الجيلين أنا أعتقد مهم. اليوم لاحظت حقيقة الحضور الشبابي كان متميز. هذا المنتدى يعني لقاء سنوي، ربما هو يوم واحد منذ الصباح من الصباح حتى المساء، يعني نحاول فيه أن يعني مناقشة أكثر عدد ممكن من القضايا في وقت محدد، وبالتالي يكون مثل لقاء سنوي للإعلام الإماراتي للبحث فيما تم يعني للنظر فيما سيكون والتحديات الجديدة في الدولة. نعم، نتحدث عن نقطة الأخبار المفبركة، وهي بالفعل نقطة مهمة خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكمية الأخبار التي تفتقد ربما إلى مصدر موثوق أو تكون أحيانا مفبركة. كيف يمكن برأيك، كي نستغل مداخلتك معنا، يعني مواجهة هذا النوع من الهجمات من الأخبار المفبركة على مواقع التواصل تحديدا؟ أول شيء طبعا أنا أعتقد التوعية مهمة جدا، والمسؤولية اللي يتحملها كل شخص موجود على وسائل التواصل الاجتماعي هذا مهم. الأمر الآخر، وأعتقد هذا ما تتجه إليه كثير من الدول، يعني ليس في منطقتنا وربما كثير من الدول في الغرب كذلك، أن يتم تطبيق قوانين على من يتعمد نشر الأخبار الكاذبة أو من يقوم بفبركة الأخبار. أعتقد من المهم محاسبة هؤلاء، لأن هذه الأخبار حقيقة تكون لها أضرار على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الدول بشكل عام. صحيح، على كافة المستويات. بالضبط، وبالتالي ترك هؤلاء يعني يعيثون في وسائل التواصل الاجتماعي فبركة وأخبار مزيفة، نعم، لا أعتقد من المنطقي. وربما اليومين هذين نحن لاحظنا التغيرات التي في المملكة العربية السعودية، كثير من الأخبار والفبركات تحدث، نعم، وبالتالي يجب أن نتصدى لمثل هذه الأخبار، نحاسب من يقوم بها، إضافة إلى توعية الاجتماعية ومشاركة الجميع.
شكرا جزيلا لك محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.